رح ننتقل لأولى فقراتنا ومعرض ألباس للإبداع والاختراع. يعتبر اليوم من أهم الفعاليات اللي بتحتضن المبدعين والأذكياء بسوريا وبتشجعهم على الاستمرار في اتجاهاتهم واختراعاتهم العلمية أيضا. أكيد، والمعرض بدورته 21 وكان على أرض مدينة الملاعب القديمة، وهو تتمة للمعارض السابقة من خلال مشاركات عديدة وجديدة ومميزة لطلاب الجامعات ومشاريع التخرج المنوعة. كل هذا الشيء بهدف تسليط الضوء على هيئة المشاريع لدعمها واستثمارها أيضا وتنفيذها على أرض الواقع. نحكي أكثر مشاهدينا ضمن فقرتنا الأولى عن المعرض، نعرف ميزاته ونعرف الأجواء يلي كانت فيه. يسعدنا أن يكون معنا لليوم الدكتور إبراهيم تركماني، طبيب أسنان وأستاذ جامعي ومخترع مشارك في معرض الباسل للإبداع والاختراع. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. ودائما صباح خير سوريا. أهلا وسهلا. صباحك دكتور، نورنا اليوم وكثير اشتقنا للأخبار الفعاليات وأخبار كمان إبداعات حضرتك. خلينا نتعرف أول شيء على المعرض، كيف كان وكيف كانت الأجواء فيه؟ بداية يعني معرض الباسل للإبداع والاختراع بدورته 21، الحمد لله يعني صرنا خبرة كبيرة بسوريا بمجال المعرض بالإبداع والاختراع كرقم يعني مهم جدا، وبالتالي يعني في حالة تطور بمفهوم المعرض صار في خبرة للمنظمين بشكل مهم، وهذا الشيء لاحظناه بالمعرض الأخير. وبنفس الوقت يعني الدلالة الوطنية الكبيرة لاسم المعرض والدلالة العلمية، لأنه هو بضم يعني المخترعين يلي حصلوا بهالدورة هاي على براءات اختراع، وبالتالي يعني أخذ طابع جديد ومنحى جديد معرض الباسل بالتقييمات حتى من خلال هيئة البحث العلمي ولجان علمية حقيقة كانت واسعة بالاختصاصات ومن كل الفعاليات الجامعية الأكاديمية اللي بتضم كل الجامعات السورية، وبالتالي كان في يعني لجنة علمية مهمة هي يعني خلال المعرض. أما قبل المعرض فكان يعني هيئة البحث العلمي كمان شكلت لجان وصار في تقييم لبراءات الاختراع يلي بدها تدخل بالمعرض، وبالتالي يعني صار في مراحل من الانتقاء وتدرجنا بالتالي لأنه بعد التقييم الأخير ليكون في لنا فرصة مهمة إنه ناخد جائزة الباسل الذهبية الجائزة الأولى، يعني فكان هذا يعني شرف ووسام لنا نحن كباحثين كمجموعة كفريق بحثي موجود ضمن المعرض انه نال هيك مرتبه مهمه بالنسبه لنا على كل الاصعده. طبعا المعرض هو اذا بدنا نحكي راح بفكره مثل ما حكيت انه تنظيميه مهمه، نظموه بطريقه كثير حلوه وجميله انه حولوا له محاور بحيث انه تتجانس من حيث طبيعه الاختراعات كل الاختراعات مع بعض اللي هي تنتمي لنفس المجال، فعملوا محور طبي ومحور تكنولوجي ومحور زراعي ومحور صناعي ومحور الحالة البيئية، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا يعني في 6 أو 7 محاور كانوا موجودين. هاي الـ6 أو 7 محاور كان يعني مهم جدا انه وزعوهم كمان بطريقة ضمن ارض المعرض القديمة، كان يعني الموضوع مهم بطريقة التنظيم انه يفرزوهم ضمن اقسام، فالزائر للمعرض بيدخل على كل جناح بيعرف شو هدفه وبيطلع بالنتيجة على الموضوعات كلياتها. لافت للنظر انه كان في من كل الفعاليات، هي نقطة كمان هامة ما اهملت هي النقطة، لانه بنشوف نحن من اخوتنا الصناعيين من اخوتنا الزراعيين اللي عندهم ابداعات كانوا موجودين وفعالين بالمعرض، بالاضافة لأساس الجامعات بتنوع الاختصاصات، بالاضافة لشيء مهم جدا هن مثل ما تفضلتوا
طلاب الجامعة يلي كانوا موجودين بشكل أو بآخر، سواء ضمن يعني الأماني السورية للتنمية بالقسم اللي كانوا موجودين فيه، أو ضمن قسم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وبالتالي كانوا جيل الشباب جيل واضح تماماً وإله لمسات مهمة، وهذا الشيء اللي بفائلنا نحن كأساتذة الجامعة إنه الطلاب بشريحة واسعة موجودين وبإبداعات وبأفكار جداً جميلة، وهذا مبشر حقيقة لسوريا. والأكثر يعني أملاً هن طلع البعث اللي كانوا موجودين مع اتحاد الشبيبي، يعني المرحلة الابتدائية والإعدادية، وكان في إلهم لمسات جميلة حقيقة موجودين فيها، وهذا الشيء يعني حقيقة نحن بيرفع الرأس إنه يعني الأطفال بعمر الورود كانوا في عندهم حالات يعني إبداعية جميلة. والجميل الأكثر إنه المسؤولين يعني لامسوا الواقع وقدروا يزوروا المعرض ويعطوا اهتمام كبير، خاصة لهالشريحة هاي. وقت أنا بشوف السادة الوزراء المهتمين عم يناقشوا أطفال وطلاب جامعة ويأخذوا من وقتهم المهم ويشاركوهم يعني النقاش ويسألوهم بعناية على أفكارهم وشجعوهم، فهذا كان كتير يعني بالمعرض سمة كتير مهمة يعني تدل على اهتمام الدولة بالقطاع الإبداعي والابتكار بسوريا، وهذا بتوقع شيء طبيعي إنه يكون موجود. صح. ونحن منتلمسه دائما، لكن أنا عم بحكي على الناحية التنظيمية اللي موجودة بالمعرض، وكانت حالي يعني تشكر الجهات التي شاركت، سواء يعني مديرية حماية براءات الاختراع، الحماية الملكية الفكرية، أو يعني باسم وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، وبنفس الوقت يعني كانوا المنظمين مشاركين يعني كلياتهم كتير مهمين بموضوع التنظيم والإعداد لهيك معرض. طيب دكتور، خلال حديثك ذكرت أنه في مرحلة انتقاء، في مرحلة تقييم هدول المشاريع يلي عم يقدموها اليوم الطلاب، خلينا نحكي عن طبيعة المشاركة اليوم بالمعرض، عن عدد المشاركين، عن الاختصاصات الموجودة ضمن المعرض. هلأ الاختصاصات أنا اللي لفت نظري حقيقة، أنا بدي أحكي بالمجال الطبي، كان في حدا عم يشتغله بشكل جيد، بالطاقات البديلة كان في عنا يعني ناس اشتغلت بشكل منيح، لكن أنا بشوف الطلاب يلي هني حقيقة بمجال المعلوماتية كانوا مبدعين، وهي نقطة بتوقع أنه نحن رايحين باتجاه بدأ تركيز مهم بالمستقبل على القطاع المعلوماتي مع جيل الشباب الصغار بالعمر، يعني مع احترامي يعني المبتدئين اللي هني بأعمار الإعدادي والثانوي والابتدائي، فكان عندهم يعني أفكار وإبداعات. يعني مو بس شباب دكتور، كان في شباب وأطفال كمان. وأطفال. فهالشريحة هاي شريحة مهمة بإبداعاتهم، هو شيء منطقي يعني نحن عم نلامس إنه جيل الشباب كتير متعمق بموضوع التعامل مع السوشيال ميديا، مع الموبايلات، مع اللابتوب، الكمبيوتر، وبالتالي التعامل هذا عم بيكون متنامي بشكل كتير كبير، لأنه هو مجال اهتمامهم حقيقة. والجميل بهيك الشريحة إنه ما عم يهتموا بألعاب، وإنما عم يهتموا ببرامج وبأفكار لتكون هي بالحقيقة منتجة بالنسبة لهم للبلد، وهذا الشيء يعني نرفع رأسنا فيهم ومشجعهم، لأنه هي بوادر كتير خيرة للمستقبل، لأنه عم يقدروا يخوضوا غمار يعني برامج وملفتين للنظر. وبالتالي أهم ما في المعرض أنه يتحول من يعني براءات اختراع ومن تشجيع ومن احتفالات ومن تصوير إعلامي ليكون حقيقة لمنتجات بالسوق المنتجة يلي على كل الأصعدة، وهذا الشيء يعني لازم نحن تكون في بوادر مهمة لهالموضوع وخطط لحتى ننتقل من حالات الشهادات، من حالات التكريم لحالات إنتاجية. أنا بدي أضرب مثال، نحن
يعني ببراءة الاختراع اللي شاركنا فيها بمعرض الشهيد باسل الأسد، هي كانت يعني براءة اختراع بالورد الشامي وفستق الحلبي قشورا وصمغا، وقدرنا نوصل لمنتج هو معجون الأسنان والمضامد الفموية. ومن هون أنا بدي أقول إنه يعني كان كتير مهم بالنسبة لنا إنه في عنا معمل ميديكو بحمص للأدوية، معمل معروف، عمل خط إنتاج لإنتاج وصار بالأسواق هذا الكلام. ونحن ما بس هيك، يعني بكرة إن شاء الله مشاركين بمعرض ببيروت بلبنان، اتحاد الاختراع العالمي والابتكارات مش يعني هو المشرف على المعرض بالتنسيق مع هيئة الاختراع والابتكار بلبنان، وبالتالي يعني المشاركة يعني بدي أقول هلأ من خلال شاشتكم الكريمة هي المشاركة الوحيدة لسوريا. فنحن رايحين نشارك إن شاء الله، في عنا أحد أعضاء الفريق أستاذ جامعي راح يكون موجود بالمعرض مع المنتجات، وبالتالي إن شاء الله يعني نقدر نحقق لاسم سوريا كمان نجاحات تانية خارج حدود الوطن. فيعني المعرض هو حقيقة خطوة للمشاركة بمعارض تانية، وهذا نحن عنا تجربة حقيقة ببراءات اختراع سابقة، وقدرنا من خلال معرض الباسل يكون لنا مشاركات عالمية سواء بالصين أو بالاتحاد الأوروبي ونال جوائز. وبالتالي يعني معرض الباسل يعتبر، أنا بشجع يعني جيل الشباب وطلابنا أنه يتجهوا للأفكار اللي عندهم، الاختراعات الأفكار الابتكارية، أنه يعرضوها بمعرض الباسل، لأنه هي وسيلة حقيقة لأنه ندخل المعارض العالمية وإلى سمة كتير مهمة يعني على سواء الصعيد الشخصي أو على يعني صعيد البلد واسم سوريا يعني. هذا الشيء يعني بهمنا بشكل مهم جدا، وبالتالي أهمية عظمى لمعرض الباسل إنه هو يعني يقدمنا للمعارض العالمية. صحيح دكتور، خلينا نحكي عن هذا المعرض، شو ممكن اليوم يقدم للمشاهدين يلي هنون من مختلف الأعمار، في أطفال في شباب في كبار كمان مخترعين وعندهم هذا الحس الإبداعي ومخترعين كمان، هذا المعرض اليوم معرض الباسل شو ممكن يقدم للمشاركين فيه؟ خلينا نقول شو الهدف من المعرض. الهدف من المعرض إبراز الشخصيات العلمية ذات البعد اللي بالاختراع والإبداع، يعني الناس المبدعين إنه نحن نقدمهم للمجتمع. وليش بدنا نقدمهم؟ يعني هذا السؤال اللي نحن بنقوله، هو بنقدمهم للمجتمع لحتى لأنه المجتمع في طاقات إنتاجية، سواء يعني طاقات اقتصادية مهمة أو يعني مراكز أبحاث مهمة، وبالتالي الموضوع التقديم هذا بننتقل فيه للموضوع الإنتاجي، وهذا أهم سمة موجودة بالإبداع والاختراع، أنه يكون في حالة يعني إنتاجية. وهذا أنا ضربت مثال على براءة الاختراع اللي حصلنا عليها، أنه تحولت لمنتج اقتصادي بهم البلد بشكل كبير. وبالتالي الموضوع الإنتاجي هي النقطة والسمة الأساسية بالفكرة بالمعرض، بالإضافة إلى أنه المخترعين بيجتمعوا مع بعض بيتعرفوا على بعض، وممكن يكون فرصة لتنامي أفكار تانية وإعطاء منتجات اقتصادية مهمة. وهي نقطة يعني أنا بشوفها كتير مهم أنه بصير في تعارف بين المخترعين أكيد. وبين المبدعين مع بعضهم، وبشكل حالي مهمة لدراسة أفكار أحياناً عما تنشأ علاقة من خلال المعرض، ليكون بالمعرض اللي بعده نشوف أنه عملوا شيء بين بعضهم، مشروع مهم أو فكرة مهمة، لأنه يعني المواضيع الابتكارية أو الإبداعية ما بتنضوى على شخص واحد، أحياناً بده فريق يجتمع معه من المخترعين ليكونوا يشكلوا مشاريع قادمة أفضل من اللي كانت ومبتكرة أكثر. فهني حقيقة
أنا بشوف هالمعرض هذا هي فرصة لقاء حتى بين المخترعين مفيد جدا. تمام. يعني دكتور، يعني لما نقول مخترعين اليوم بيتراود على ذهن مخترع، مبدع، مبتكر، نحن كيف اليوم ممكن نحكم على هدول الشباب أو هدول الأطفال أنه هن فعلا مبدعين، فعلا عندهم طاقات كبيرة، فعلا لازم نضوي عليهم؟ شو القواعد الأساسية اللي بتنظروا إلى اليوم لحتى تقول أن هذا الشخص مبدع أو مخترع؟ بالبداية في حدا يعني عنده رؤية مهمة أنا بشوفها من الأطفال، وهن المدرسين يلي لاحظوا أو الأهل المثقفين يلي لاحظوا عند أطفالهم في حالات يعني جميلة من الأفكار وقدروا ينموها. هلأ أنا بقول إنه هي بمدارسهم، لكن حقيقة إذا منلاحظ إنه مشكورة منظمة طلائع البعث يلي قدرت تجمع هالطلاب هدولي وتجيبهم على المعرض، لأنه هذا عملية تنظيمية بدها تتم، وبالتالي كيف أنا بدي أقدم الطلب، ففي حدا بيرشده للموضوع، وهي يعني مهمة جدا. حتى منظمة اتحاد شبيب ثورة كانوا موجودين كمان وقدروا يعني مع إدارات المدرسة مع الأساتذة إنه يشوفوا مين في عندهم طاقات في حالة ابتكارية، فهون صار التقييم. هلا وقت بينتقلوا على المرتبة الأعلى في لجان، من مثل ما حكيت بداية الحديث إنه من أساتذة الجامعات، عن شيء طبيعي يعني هني بمستوى يعني علمي وفكري ومطلعين بشكل كتير كبير، هني اللجان بيقدروا يقيموا أي عمل يرقى ليكون في يعني في مصاف معرض الباسل، وبالتالي يعني هي النقطة الأساسية. النقطة المهمة هي يلي بإيجاد المخترعين هو الصغار، الكبار لا، هن بيقدموا حالهم يلي بشوف عنده فكرة، ويلي بيكونوا هن حقيقة بيكونوا ناس مطلعين وشايفين من خلال خبرتهم إنه هذا المجال بتنقصوا هالفكرة هاي، وهن شايفين بفكرتهم إنه هي فكرة إبداعية. هذا ما نكافي، لأنه بعدها في لجان سرية بتتشكل وبقيمه، وما بس هيك بتدخل على يعني النشر العالمي ببراءات الاختراع، ولازم يكون هذا الموضوع ما موجود عالميا. فإذا الموضوع في عدة فلترات، في عدة خلينا نقول اختبارات بتصير مراحل اختبارية، وبالتالي هذا الموضوع إذا في له أسس لا حتى ياخذ شرعيته ويصير اسم مخترع. هلا ممكن نقول انه اي حدا هو مبدع او عنده فكره ابداعيه لكن او ابتكاريه، لكن اذا ما تسجلت وما دخلت بالاسس العالميه ويحصل بطريقه وتوثيق كشهادي، فهذا الكلام يعني لا يمكن انه يدعى مخترع. إذا المخترع هو حاصل على شهادة مثل الطبيب. إذا كان طفل دكتور ممكن يحصل على شهادة، إذا كان طبيعي. طفل مخترع بسن صغير ممكن يحصل على هاي الشهادة؟ ما في أي عمر للاختراع، عمر محدد، لا بداية ولا نهاية. وبالتالي هذا موضوع كتير مهم إنه الحصول على براءات اختراع، وهي منشجع فيها، لأنه حقيقة نحن لحتى ننتقل للعالمية ما ممكن نمر إلا من خلال معرض الباسل، لأنه هو بيمثل الإبداع والاختراع والابتكار بالجمهورية العربية السورية. فإذا مثل حدا طبيب يدرس بالجامعة لازم بالأخير يتوج بشهادة، طالب الثانوي يجب أنه بالأخير يقدم امتحان الثانوية، ولو كانت عنده كل المعلومات وما قدم الامتحان ونجح فيه وتسجل ب علاماته توثقت بمديرية الامتحانات فلا يعتبر. والاختراع نفس الموضوع، يعني يجب أن يوثق كل الوثائق تتقدم للمديرية حماية الملكية، وهنيك بيسجلوها وفق معايير للجان العلمية اللي بتقيم، والتالي بصير في توثيق وتنشر حتى عالميا الموضوع لحتى يكون أخذ براءة الاختراع. فإذا يعني وفق يعني أصول قانونية مهمة ودولية يعترف بالمخترع على مستوى العالم. فإذا الموضوع يعني ليست بجزء بمجتمعنا تكون الكلمة يعني إلى أبعادها الكبيرة، لكن حقيقة كل الأفكار يلي هي
يعني بنشوفها احيانا جديده هي ممكن تاخذ الصفه الابتكاريه، لكن وقت بتاخذ صفه الاختراع فاخذت الصفه الشرعيه القانونيه على مستوى العالم. يعني خلينا نقول انه اليوم معرض الباسل هو حافز ومشجع وداعم قوي لجميع المبدعين والاذكياء والمخترعين شو ما كانت الاعمار وشو ما كانت، في نساء وشباب واطفال من مختلف الجنسيات. نحن المهم بالجمهوريه العربيه السوريه ليس لدينا أي تفرقة، يعني حضرتك ذكرت النساء والرجال والأعمار، نحن ما في عنا يعني أي حالة في حال تمييز، فنحترم من الصغير للكبير والرجل والمرأة وبكل الطاقات، سواء كانت في شهادات علمية أو حتى بيدخلوا. أنا لاحظت من المخترعين ناس صناعيين وما معهم شهادات، فينا نقول مخترعات كمان، يعني نحن من بداية حديثنا دكتور عم نقول مبدعين طيب مخترعين ومبدعات هو دائما نحن بنقول الطلبة اللي بتعني يعني أو جيل الشباب، يعني وقت بنقول وتعني يعني الشاب والشاب ضمنيا، وقت المصطلح بنحكي عن جيل الشباب، وقت بنحكي عن الشبيبة بنحكي عن جيل الشباب بشكل بالصنفين، فتكرمي خلاص يعني المخترعات. أكيد لكل صبية عم شاهدنا ولكل اليوم امرأة سورية عندها مشروع أو إبداع أو اختراع أكيد. وحقيقة كانوا ودائما يعني أنا بكل معرض بشارك فيه هن الشابات موجودات العنصر النسائي وبقوة وباحترام كبير، وفي أفكار يعني محل تقدير واحترام كبير، يعني الموضوع في لنا ونحن ما بنلاحظ ابدا 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 انه في تميز بين العنصرين. بالختام بدنا نشكرك ونشكر وجودك معنا الدكتور ابراهيم تركماني، طبيب اسنان واستاذ جامعي ومخترع مشارك في معرض الباسل للابداع والاختراع. نورت صباحنا دكتور. شكرا. نورت صباحنا دكتور. شكرا. وشكرا لك وبالتوفيق. شكرا شكرا.